الزيارات الرئاسية بتمهد دايما الطريق وتفتحه الجذب للاستثمارات من دول العالم، اخرها اللي شفناه في زيارة امريكا واللي لسه بنشوفه. اكبر الشركات العالمية والامريكية مهتمة بالاستثمار في مصر لان اقتصادنا بيتمتع بفرص ممكن ما تكونش موجودة في دول كبيرة ودول متقدمة. ليه؟ لانه اقتصاد متنوع وعندنا سوق كبير. المهم بقى زي ما بيقولوا التخديم على الشغل اللي بيتعمل في الزيارات الرئاسية. خبر لسه سمعينه من عضو في البرلمان ان المفروض قانون الاستثمار يخلص الاسبوع اللي جاي ده ويبقى جاهز للعرض على الجلسة العامة للبرلمان في اول انعقاد للتصويت. طبعا حضراتكم عارفين ان هم اجازة دلوقتي، خطوة ومهمة كمان، ولكن التخديم هيبقى بالقوانين وكمان باللي بيشتغلوا على تطبيق القوانين والتعامل مع المستثمرين على أرض الواقع. الكلام اللي قريناه عن رئيس الوزراء وبعض من الوزراء بيبين أن كل أعراض المرض ظاهرة معروفة وفي جدية في التعامل مع المرض ده من جذوره، وأن العلاج مش بسيط ولازم ناخده لو عايزين نتقدم تقدم حقيقي. التواصل غاية في الأهمية عشان نبقى فاهمين كويس اللي بيحصل وبيحصل ليه ودورنا ايه. مع ده محتاجين ايد تقيلة شوية في مراقبة الأسواق وايد فرطة شوية في توفير السلع علشان الكل يقدر يكمل المشوار. مساء الخير واهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم في فقرتنا الثانية والثالثة عن أهم القطاعات الواعدة استثماريا لمدير الاستثمارات، وده بناء على الظروف الاقتصادية الحالية اللي بتمر بيها مصر. أما في البداية فهنبدأ بمتابعة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا والوفد المرافق له، ونبدأ بخبرنا الأول اللي تناولته صحفنا المحلية، خبرنا من جريدة الأهرام بعنوان قابيل يتفق مع نظيره الأمريكي على توسيع الكويز وتسهيل دخول الصادرات المصرية لأمريكا. وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل ناقش مع نظيره الأمريكي ويلبر روس تذليل جميع العوائق اللي بتقف حائلا أمام زيادة التبادل التجاري بين الجانبين بالإضافة إلى زيادة التدفقات الاستثمارية، ده في الوقت اللي البلدين بيسعوا لدفع التعاون الاقتصادي بينهم والاستفادة من الإمكانات التجارية والاستثمارية لكل منهم. قابيل أكد أهمية إزالة العوائق التجارية وزيادة تكثيف التواجد الأمريكي بالسوق المصري عن طريق البعثات التجارية والاستثمارية، ده غير أنه أكد ضرورة استئناف المباحثات المتعلقة باتفاقية التيفا اللي ما دخلتش حيز التنفيذ لحد دلوقتي. اتفاقية التيفا دي اتوقعت بين الجانبين في سنة 1999، وهي اتفاقية للتجارة والاستثمار بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. أما بخصوص اتفاقية الكويز فالجانب المصري طلب زيادة نسبة المكون المحلي ل 92% في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة أسوة بالأردن. صادرات مصر من الكويز للولايات المتحدة الأمريكية السنة اللي فاتت بلغ 851 مليون دولار، من إجمالي صادرات وصل لمليار ونص دولار. احنا اتكلمنا في حاجات عوائق حالية موجودة ما بين التجارة من الدولتين، منها شحن العوائق المحطوطة على شحن الصادرات المصرية من خلال الطائرات، دي تابعة لهيئة النقل الجوي الأمريكي، بعض العوائق اللي موجودة للمنتجات الزراعية، وجود مصر على حاجة اسمها الواتش ليست الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، ومن ناحيتهم برضو بعض النقاط. تكلمنا برضو النهاردة على تقليل مساعدة أمريكا في تقليل النسبة للكيو اي زي او الكويز اجريمنت. احنا الصادرات الغاز والنسيج بتمثل يمكن حوالي 80% من الصادرات المصريه، 60% من الصادرات المصريه داخل في اتفاقيه الكويز. نروح لخبرنا الثاني من جريده الوطن تحت عنوان وزيره الاستثمار مسؤولي البنك الدولي يزورون مصر خلال الاسابيع المقبله لبحث عدد من المشروعات التنمويه.
وزيرة الاستثمار سحر ناصر قالت أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط على قيام عدد من مسؤولي البنك الدولي بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة. ده في الوقت اللي بحثت فيه الوزيرة توفير ضمانات للشركات الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الخاص بما وراء البحار الأمريكية، ودي مؤسسة بتساند الشركات الأمريكية في الأسواق الناشئة. الهدف من اللقاء كان لمساهمة الشركات الأمريكية في عملية التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. أوضحت الوزيرة أن مصر قامت باتخاذ إجراءات لتحسين ومعالجة العقبات أمام شركات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في الوقت اللي قربنا من إصدار قانون الاستثمار الجديد، بخلاف تطوير منظومة مجمع الاستثمار للتيسير على المستثمرين. كان في تركيز كبير إن هم حريصين إن هم يضخوا استثمارات في الفترة القادمة، وكلمنا في قطاعات معينة، يعني قطاع اللي هو القطاع البترولي عموما، الطاقة الجديدة والمتجددة، قطاع النقل وقطاع الصناعي عموما، وأكدنا على كل بقى برضو التراخيص الصناعية اللي هي كل اللي هي يعني محفظة المختلفة من القوانين والتشريعات اللي هي هتكون هتحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. ودي من ضمن الحاجات اللي البنك الدولي بيساند فيها بطريقة كبيرة، ان احنا حريصين ان احنا يكون تفعيل لهذه القوانين يكون على احسن خبرة دولية. نختم من الوطن تحت عنوان الصحف الأمريكية: الاقتصاد المصري الرابح الأكبر بعد قمة السيسي ترامب. شبكة بلومبرج نشرت تقرير عن مسار الاقتصاد المصري بعد زيارة الرئيس لأمريكا، واللي عكس حالة من تفاؤل المحللين عن إمكانية تحقيق الاقتصاد مكاسب من الزيارة. التقرير قال إن الزيارة هتعمل على تعزيز الاقتصاد المصري اللي بيحاول الرئيس يصحح مساره منذ توليه الرئاسة. تيم فوكس رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في دبي الوطني الإماراتي قال إن الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة المصرية لإصلاح الاقتصاد سوف تستغرق وقت حتى يكون هناك دفعة قوية للاقتصاد. نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا النهاردة، خليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. زيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية تأثيرها على أداء سوق المال المصري وأداء أهم القطاعات الواعدة من وجهة نظر مدير الاستثمارات، ده موضوعنا النهاردة، وهنتكلم على التأثيرات المختلفة على القطاع الصناعي الواعد في مصر. ضيوفنا الأستاذ محمد رضا الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال مصر، ومعنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ نور الدين الشريف المحلل المالي المتخصص في القطاع الصناعي بشركة بلتون المالية القابضة. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا بك معنا. تحياتي لحضرتك محمد بيه. اسمح لي في البداية أسأل، احنا طبعا عارفين ان لما بتيجي تتكلم على مناخ استثماري وبتتكلم على جذب استثمارات، من أهم العوامل فيها هو المنظور الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وإلى آخره. لما بنتكلم على زيارة زي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية اللي هي معانا بقالها أو إحنا في خامس يوم، تأثير الزيارة على سوق المال في الفترة دي وتأثيرها على المناخ الاستثماري المصري؟ يمكن في البداية لو تسمح لي بس أن أنا أنعي وفاة السيد محمد تيمور طبعا، رائد وعميد صناعة الأوراق المالية في مصر وأستاذنا جميعا ومعلمنا هذه الصناعة، فحبيت بس بداية كلامي أتوجه إليه جامدة في القطاع طبعا، يعني أستاذنا كلنا ورئيس مجلس إدارة الجامعة المصرية للأوراق المالية اللي أنا أتشرف أن عضو مجلس إدارة فيها، فطبعا حبيت في البداية أن أنا أنعي مباشرة. الحاجة التانية عايز أبدأ نتكلم فيها من كلام حضرتك، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش مجرد زيارة سياسية أو على هذا النحو، لا، كانت فيها مفاجآت كبيرة جدا. الحفاوة الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في الزيارة، التأكيد على التعاون الأمني الكبير جدا، إدى مدلول كبير جدا على فكرة التحالف الكبير هيكون موجود بين مصر وأمريكا الفترة اللي جاية. عايزين نتكلم بصراحة أن اتأثرنا بشكل كبير قوي لحالة الاضطراب أو مشكلة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة،
كمان التأثير الأكثر في العلاقة هو الوفد المشارك وحجم اللقاءات الكبيرة جدا اللي ما كانتش بس منحصرة في جزء التواصل الرئاسي ما بين على مستوى الاثنين رؤساء، لأ كان في زيارات وكان في اجتماعات على مستوى كل متخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نضيف عليها التصريحات السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن وعود دونالد ترامب المباشرة ان في هيدعم في استثمارات ضخمة كبيرة جدا هيتم توجيهها لمصر في قطاعات كبيرة جدا زي البترول وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. فكل المعطيات اللي احنا شايفينها دي اتعاملت خلقت جو ارتياحية كبير جدا، سواء طبعا اول حاجة بتبدأ تتأثر وبنشوف اثارها كبير جدا هي البورصة المصرية وسوق المال، ادى ارتياحية كبيرة جدا في النظرة بعيدة الأمل للاستثمار في البورصة المصرية، وفي نفس الوقت عمل رؤية بيدي جزء من الأمان بدء إعادة التفكير بشكل كبير جدا في ملفات الاستثمار المباشر. لما نيجي نبص على القطاعات وإحنا معنا الأستاذ نور الدين الشريف المحلل المالي المتخصص في القطاع الصناعي، قطاع الصناعي برضو إذا بصينا على الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة جذب استثمارات لمصر، إيه المجالات الصناعية المختلفة اللي ممكن تكون جاذبة للاستثمارات الأمريكية في الفترة القادمة؟ والله إحنا شايفين إن المجال الصناعي في مصر لسه هيشهد نمو جامد الفترة اللي جاية، وده هيبقى بيعتمد بشكل كبير جدا على الاستثمار المباشر من الأجانب، بس ده بياخد وقت طبعا ان هو يحصل، علشان طبعا شايفين ان في مصر بعد التعويم قد ايه الانفليشن اثر على الناس وقد ايه ان هو ممكن يحصل اضطرابات في الكونسومشن شويه، بس على المدى الطويل في طبعا نمو قوي هيحصل في القطاع الصناعي، الحديد ممكن في الأسمنت كمان في الكابلات، ده كله هيبقى مينلي من النمو اللي هيحصل في استثمارات من FDIs. ممكن تيجي فين؟ ممكن تيجي في الرينيوبل انرجي او اللي هو الطاقة الجديدة المتجددة، الموارد اللي هي التنمية الطاقة المتجددة بالضبط. لمصر عايزة توصل ان هي نوصل ل 20% من الطاقة بتاعتنا تبقى منتجة من الطاقة المتجددة، دي هنشوف فيها استثمارات الفترة اللي جاية foreign direct investments من الأجانب، دي برضو من الحاجات اللي الحكومة فعلا عايزة توصل لها وبدأنا نشوف فيها خطوات جادة الفترة اللي فاتت، ودي برضو هتبقى نوع من اللي هو طبعا انت لازم علشان يبقى في نمو في الايكونومي لازم يبقى عندك سورسز او مصادر من الطاقه تقدر تساعد هذا النمو، فدي اكتر حاجات اللي احنا ممكن نشوف فيها استثمارات بسرعه. ارجع استاذ محمد، الزياره طبعا احنا عندنا وزير التجاره والصناعه، عندنا وزير الماليه، عندنا وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومقابلات مع البنك الدولي، مقابلات مع صندوق النقد الدولي، مقابلات مع الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية. لما بتبقى أنت عامل برنامج مع صندوق النقد الدولي وتبقى أنت بتعمل مشاريع مع البنك الدولي وتبقى أنت قاعد بتتكلم على إعادة التيفل تريد انفستمنت اجريمنت ما بينك وبين الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية النهاردة مع السياسة الحمائية للرئيس الأمريكي الجديد بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ساعتها الموقف اللي يتحط فيه إيه؟ والله زي ما حضرتك قلت كده، إحنا في تحرك اقتصادي على المستوى الدولي رائع خلال الفترة الماضية، شهدنا لي انعكاسات كتيرة جداً كان ممكن استغلاله أكثر من ذلك. يمكن احنا الملف الاقتصاد على المستوى ده اللي بيدار بشكل رائع، ولكن على المستوى المحلي فيه صعوبات. خلي بالك برضو في ملفات الاستثمار المباشر مختلفة كتير. الاستثمار في سوق المال هي تعتبر بيسموها أموال ساخنة، أو بيبقى فيه فترة صغيرة أو قصيرة الأجل جدا، بتوصل لبعض الأوقات ليومين أو ثلاثة، لكن الاستثمار المباشر مختلف لأنه بيدخل وبيأسس مصانع ويقيم، فده قاعد فترة طويلة.
فالسياسات المالية والنقدية اللي بتتخذها الدولة دي بتبقى مؤثر رئيسي فيه. وحط عليهم زي ما حضرتك قلت في البداية هو المؤثر الأمني والاجتماعي والسياسي ومدى استقراره، ده بالنسبة له هام جدا، ويبدأ ينتقل لمدى استقرار النظام الاقتصادي للدولة دي. يمكن عندنا احنا المعوقات الداخلية على مستوى إدارة الاقتصاد عاملة ضغوط أو بعتة شوية المستثمرين الأجانب عن الدخول في الاستثمار مباشر. في بعض القطاعات بتبقى قوية جدا بدرجة ان هو بيبقى يعني بيوافق ان هو يخش ويستثمر فيها، بس في بعض القطاعات التانية الضغوط الموجودة من أسعار الفايدة وحاجات كتير جدا عاملة ضغوط ان هو مش قادر تحافظ بشكل كبير للاستثمار. احنا يمكن اخدنا خطوات كتيرة جدا كان الشأن منها او كان المستهدف منها ان احنا هنحافظ بالاستثمار، وكنا متوقعين ان ده هيحافظ الاستثمار، لكن نيجي نبص على الارقام ونبص على واقع الامر هنلاقي حجم الاستثمارات صغير جدا. يعني حتى وفقا لأهم قطاع او القطاع اللي بيشهد الاكثر من 59% 60% من الاف دي اي في مصر هو البترول، هنلاقي فيه الاستثمار الاجنبي المباشر، هنلاقي فيه كل اللي دخل فيه خلال 2015 2016 كان بيتكلم 1.7 مليار دولار، فطبعا ده رقم صغير جدا متواضع بالنسبه لك جدا طبعا بحجم كبير بالنسبه لمعدل النمو اللي انت عايز تحققه، بالنسبه للخطه الحكومه اللي بتستهدف 10 مليار دولار، بالنسبه لمعدل النمو اللي بيستهدف 4.6، كل الكلام ده بالنسبه له انت بتحط اليه او بتحط شكل جميل جدا. وبنعمل على زي ما قلت حضرتك كده على المستوى الدولي في ملف الاقتصاد جاي جدا، داخلين في تعاونات مع كيانات ومؤسسات دوليه من شانها ان هي تدي طمانينه وترفع من مستوى جاذبيتنا. ولكن هنجي نبص مثلا على سبيل المثال على تقرير ممارسه الاعمال دوينج بزنس على سبيل المثال، هنشوف في حجم او حجم ازاي مدى سهوله ممارسه الاعمال في مصر للاستثمار المباشر، مدى سهوله فتح الشركات اللي بتتخطى ال1000 يوم، كل الكلام ده حطه مع بعضه تعرف ان انت مناخك الاستثماري هيشجعك او هيشجع المستثمر الاجنبي الدخول بقوه. لا انا فاكر زمان كنا بنتكلم على ان احنا نلتزم بمعايير الاو اي سي دي علشان نوصل لمعدلات النمو العاليه، ما اعرفش احنا دلوقتي وصلنا لفين. استاذ نور أو استاذ نور الدين بقى، لما بنتكلم على التحليل المالي ورؤيته للقطاعات الصناعيه اللي ممكن تكون جاذبه او اللي ممكن تحقق ربحية أعلى، معتمدة على إيه؟ هل هي يعني دايما لما بنبص على الصناعة في مصر بتلاقي إن فيها مكون أجنبي كبير وبنتكلم على صناعة، إيه اللي ممكن يبقى ذو عائد استثماري عالي وربحية عالية في الفترة اللي جاية في القطاع الصناعي؟ والله القطاع الصناعي الفترة اللي جاية هيركز أكتر على التصدير، وده اللي هيخليه فعلا يعمل عوائد عالية علشان هو هيكون محتاج أكتر تدفقات نقدية مقاومة بالدولار، ودي اللي هتخليه فعلا يقدر إن هو يبقى عنده عوائد عالية. في الشورت تيرم أو في الفترة القصيرة اللي احنا فيها دي شايفين طبعا إن أسعار الحديد زادت، أسعار الأسمنت زادت، أسعار الكابلات زادت، فده حاطط ضغط على الشركات المحلية دلوقتي في ان هي تعمل عوائد عالية، بس ده هياخد وقت لحد لما الطلب يزيد بقوة يقدر ان هو ياخد معظم السبلاي شوكس او سوري البرايسز، ان هو الزيادة القوية اللي في الاسعار دي يقدر ان هو يمتصها ويقدر ان هو يقدر بعد كده يعمل عوائد عالية في الفترة اللي جاية. فانت لما تيجي تبص هتلاقي ان الفترة اللي فاتت كانت كلها الطلب بيجي من الانفاق الحكومي، يعني زي ما شفنا مثلا شركات المقاولات معظمها شغال على انفاق حكومي من عاصمة إدارية جديدة، من محور تنمية قناة السويس، من طرق وكباري، هنشوفنا كمان استثمارات قوية جدا في قطاع الكهرباء الفترة اللي فاتت وزودنا القدرات بتاعتنا ب50%، دي كلها فادت القطاع الخاص والقطاع الصناعي الفترة اللي فاتت وعملت عوائد قوية، بس ده مش هينفع يكمل، محتاجين ان احنا نشوف زي ما قلت تاني foreign direct investments استثمار مباشر من خارجي، لازم نشوف private sector او قطاع خاص قوي يقدر ان هو يعلي الطلب ويقدر ان هو يمتص الزيادة اللي في الاسعار اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت. انت كنت بتتكلم من شوية كنت بتقول على ان احنا الاعتماد بتاعنا هيبقى اعتماد كبير على التصدير، هل شايف ان التصدير محتاج تشجيع الى حد كبير في الفتره اللي جايه وازاي؟ هو قطاع التصدير هيحتاج ان هو فعلا يكون في صناعات
ناضجة هنا في مصر نقدر ان هي تخترق الاسواق اسواق التصدير. فاحنا عندنا مثلا قطاعات زي الاسمنت، قطاع زي السيراميك، دي ناس بتقدر تعمل منتجات ذات جودة عالية، تقدر ان هي تخترق فيها الاسواق التصديرية. ودي بسبب ان هم دلوقتي الجنيه المصري بعد التعويم طبعا بقى ان هي فيها في تنافسية جامدة جدا في المنتجات المصرية، بتقدر تخترق بيها اسواق تانية بسبب الاسعار، ان احنا بقت العملة المصرية بعد لما حصل لها طبعا ديفالويشن او ان احنا نزلت قيمة بتاعتها، فبقى فيها تنافسية عالية ان هي تقدر تخترق. بس محتاجين جودة عالية داخليا في مصر، او صناعات ضخمة يبقى عندها level of quality او جودة معينة تقدر تخترق بيها الاسواق اللي حوالينا. وده شفناه فعلا في السيراميك بدأ يحصل، شفناه في الاسمنت بدأ يحصل، في شركات طبعا اوريدي يعني عندها كده كده اسواق بتصدر لها، زي شركات في الكابلات، شركات زي السويدي مثلا بتصدر، دي اوريدي عندها منتجات بجوده عاليه تقدر تخترق بيها الاسواق الثانيه وتقدر ان هي تعمل عوائد عاليه. فعلشان كده احنا التصدير ده من اقوى العوامل. بس انا حاسس كده لما بنتكلم في الجزء بتاع التصدير ده استاذ محمد، انا حاسس ان احنا بنتكلم اكتر على قطاع مواد البناء، يعني ان هو الـ 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 الميزه التنافسيه بتاعته عاليه. هل حضرتك شايف ان في قطاعات تانية جاذبه للاستثمار في المرحله اللي جايه؟ طبعا في قطاعات قويه جدا جاذبه للاستثمار في مصر، اما يعني حضرتك لو حطينا على القائمه السلع اللي تم حظر استيرادها او التي تم رفع عليها الرسوم الجمركيه، ديت كونت فرصه استثماريه كبيره جدا عند اغلبيه المستثمرين، طلب مننا بشكل كبير جدا. اشرح لنا اللي هي ايه؟ زي مصطلحات التجميل وغيرها من هذا الشان اللي هي تم حظرها. في مجموعه من السلع تم حظر استيرادها، وفي تم بعض السلع تم رفع التعريفه الجمركيه عليها، فارتفع اصبح تكلفتها في السوق المحلي عاليه جدا على المستهلك، فادى ده فرصه كبيره جدا حقيقي. يعني لازم نتكلم في النقطه دي بشكل يعني حقيقي، واني انا ده راجل واحد ضد الاجراءات الحمايه عموما في اي اقتصاد، ولكن ده ادى فرصه. بس ده منظمه التجاره العالميه بتسمح لك بيه، يعني بالزبط. انت وصلت للحد الاقصى اللي مسموح بيه في منظمه التجاره العالميه. فانت على سبيل ده الطلب بشكل كبير جدا جدا من مستثمرين كتير جدا، دراسات جدوى وخطط عمل والرؤيه للاستثمار في هذه القطاعات، لانهم شايفين ان هيبقى في سوق ليها قوي جدا خلال الفتره القادمه. ده بجانب طبعا ان في قطاعات بس لمرحله، مش كده؟ يعني انت لما بتتكلم على رفع نسبه الجمارك ما بتتكلمش انها تفضل مرفوعه نفس النسبه على مدى طويل، انت بتتكلم يعني هي مرحله يجب اقتناص الفرصه من قبل المصنعين المصريين لرفع الجوده عشان يقدر ينافس بعد كده، ولا ايه؟ يمكن موضوع انها مرحله ممكن يكون في شويه يعني ما فيش يقين من القصه دي، ولكن في الغالب هما في حاله من حالات مع لما بتيجي تاخد القرار زي دوت السوق مستوعبه كاثار كانتاج واستيراد وغيره، فبيبدا ممكن يستمر معاك لفتره. يمكن مشكله الانتاج اغلبيه المنتجين المصريين في المستويات الصناعه دي ما كانوش قادرين ينافسوا قبل الاجراءات الحمايه، في بعض الاجراءات الحمايه بعض الصناعات او بعض المنتجات بدات تحاول شويه تتحرك. اغلبيه الاجانب دلوقتي ان هو بدل ما بيصدر لك لمصر هو بيفكر ان هو يقيم له هنا شيء، ان هو بحيث ان هو يكون تكلفه اقل فيحقق مستويات ربحيه طبعا كبيره جدا بالمقارنه ان انت متوسط اسعار السوق دلوقتي بقت بتتكلم في مستوى نفس السلعه وعليها جمرك كبير جدا او عليها اجراءات جمركيه كبيره. ومع المشاريع اللي في البنيه التحتيه والمشاريع اللوجستيه اللي موجوده اعتقد ان ده كمان يسر له انه يستثمر في مصر وسهوله تنقل البضائع وسرعتها. ده بشكل ما فيهوش شك خالص ان حجم الاستثمار اللي حتى كنا بنتكلم عليه الانفاق الحكومي في البنيه التحتيه كان قوي جدا خلال الفتره الاخيره، شايفين تحسن حاجات في قطاع الكهرباء في قطاعات النقل وغيره، ده يؤدي ان انت يفتح لك. نفس الكلام ان انت سوق استهلاكي بالقدر الاول، انت حتى نسبه النمو بتاعتك 90% او جزء كبير من المكون بتاعها هو استهلاك وليس انتاج، فانت المكون الرئيسي بتاعك شعب مستهلك قوي جدا، بتتكلم على اتفاقيات زي اتفاقيات الكوميسا وغيرها في الدول افريقيا قويه جدا، فالانتاج هنا في مصر يفتح لك اسواق في مصر واسواق في افريقيا كبيره جدا. اللي عايز اتكلم عليه اكتر هو اغلبيه القطاعات يعني اللي حتى بتشد الاستثمار الاجنبي او بتشدنا للاستثمار في مصر مباشره، هي القطاعات المتعلقه بالتجزئه او ريتيل او الفود اند بيفرج او الاغذيه، قطاع الاغذيه ده بيبقى فيه استهلاك مش مربوط بيه، يعني لو بصينا لحجم الانفليشن اللي حصل الفتره الاخيره وانخفاض القوى الشرائيه، تضخم وانخفاض القوى الشرائيه لدى المصريين، ده في كل علوم الاقتصاد بيحصل تغير لنمط الاستهلاك. يعني 90% من المستهلكين كنت لسه عايز اقول لك ان انت بتقول احنا
مستهلكين بالدرجة الأولى أكيد. يعني شعب مستهلك بالدرجة الأولى، ولكن أنت عشان تحقق معدل النمو أنت محتاج برضو تنمي فكرة الادخار في المواطن بحيث أنه هو ما يبقاش مستهلك بالدرجة الأولى. نسبة اللي هقول لحضرتك في النقطة دي تحديدا، نسبة الادخار عندنا في مستوى 6% أو حاجة زي كده، وده رقم ضعيف جدا. ولكن كانت الحكومة أو الجهات اللي مسؤولة عن السياسة النقدية في مصر والبنك المركزي كان بيشتغل على قصة زيادة الادخار برفع معدلات الفايدة، ولكنه طبعا أضعف الاستثمار المباشر في الناحية الثانية. دولة زي الصين من الدول اللي قدرت تحول شعبها من شعب مستهلك لشعب منتج. هي الفكرة أنا مش عايزه يدخر بقدر أنه هو يتحول للإنتاج، وده كنا مش عايز يعني أخرج بعيد عن سياق الحلقة، ولكن فكرة أنك تحوله لمشروع صغيرة متوسطة زي توفر له الدعم والتمويل ومن الآخر من هذا الكلام، هو ده المعيار الرئيسي ان انا عايز احول شعب المنتج. هرجع تاني نمط الاستهلاك، نمط الاستهلاك 90% بعد انخفاض القوة الشرائية للجنيه وارتفاع التضخم بشكل كبير تحول للسلع الرئيسية او السلع الاساسية في حياة المواطن، سواء متعلقة بالغذاء متعلقة بغيره بهذا الكلام. فحتى الاستثمار المباشر دلوقتي بقى يركز على الاستثمار في القطاعات الرئيسية المعتمدة على الاستهلاك الاساسي للمصريين بشكل كبير. فانا اتوقع خلال الفتره يعني حتى الطلبات اللي جات لنا او احنا خلال الفتره الاخيره التركيز اكتر على الاجريكال او على التصنيع الزراعي، على القطاعات الاغذيه بكافه انواعها، بيتكلم على قطاعات التجزئه عموما، في بعض الدخول بقوه جدا في التصنيع زي الملابس وغيره من هذا الشان. فشايف قطاعات دي القطاعات الموجوده. القطاعات الثانيه المفروض انها محفزه او مشجعه عموما في الاستثمار في مصر هي قطاع البترول، قطاع الصناعات التحويليه، وقطاع تشييد البناء. دول يمكن هم اللي بيشهدوا اكبر امتصاص لكل الاستثمار الاجنبي اللي بيدخل مصر خلال الفتره الاخيره. يعني زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي، برجح معاه التصنيع الزراعي او قطاع الصناعي يخش في جزء التصنيع الزراعي والصناعات التحويليه. ممكن يكون قطاع البناء والتشييد اكتر الاستثمار فيه دلوقتي، هو استثمار حكومي بشكل كبير، عندنا شويه حاله ريسيشن او حاله ركود في سوق العقارات او في سوق الاستثمار العقاري عموما، مع طبعا زي ما قلت في القطاع الصناعي على الصناعات اللي انا اتكلمت عليها للسلع المحظور استيرادها او اللي ارتفعت عليها تكلفه الجمارك. هرجع للاستاذ نور الدين، لما بنتكلم على التصنيع، في سياسه لتسعير الطاقه للمصنعين في مصر. حضرتك اتكلمت على يعني صناعات فيها استهلاك للطاقة بكثافة إلى حد ما، ده يأثر إزاي على مثل هذه القطاعات؟ طبعا هو فعلا القطاع الصناعي يعني بيعتمد بشكل كبير جدا على أسعار الطاقة، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي بتعلي قيم الشركات لو الحكومة هتقرر أن هي تقلل الأسعار اللي هي بتدي بيها الطاقة للشركات. بس احنا طبعا الحكومة دلوقتي عندها عجز في الموازنة وعندها تارجتس وأهداف أن هي تقلل العجز ده، فإحنا يعني عندها مستهدفات، فإحنا فالطبيعي أن هو يعني باللوجيك كده ان هو ما يقللوش الاسعار بتاعه الطاقه. فهي الفكره كلها ان الشركات تقدر ان هي يبقى عندها ليفل اوف او يعني مستوى من المهاره والافشنسي ان هي تقدر تعمل عوائد بال الكرنت او يعني الجاري الظروف الحاليه، ان هي تقدر تعمل عوائد وان هي تقدر بالظبط ان هي تقدر بالوضع الجاري ان هي تقدر ان هي تعمل عوائد كويسه. وده برده يعني بيبقى مرتبط كبير جدا بالطلب، ان انت لما الطلب هو اللي يزيد زي ما قلت ان هو هيقدر يمتص الزياده دي. بس خلي بالك برده ان انت لازم تبص على لما تيجي تبص على الاستثمار المباشر، ف 2017 هتكون يعني سنه قويه جدا للاستحواذات، ده بسبب ان قد ايه التعويم خلى ان الاصول المصريه اسعارها قليله جدا جاذبه بالدولار، فده هيبقى برضو جاذبه بالظبط كده بعد التعويم. فانت دلوقتي لو بصيت مثلا على الشركه عايز تعمل شركه اسمنت مثلا، فانت هتشوف ان انت ممكن تشتري شركه موجوده اوريدي دلوقتي باسعار اقل بكتير جدا من الكوست الحقيقيه او التكلفه الحقيقيه اللي انت ممكن تبني بيها المصنع. فانت لو بصيت السوق دلوقتي بيقيم مثلا شركات الاسمنت على من 40 ل 70 دولار للطن اللي هي قيمه المنشاه، مع ان انت لو جيت تعمل نفس المصنع دلوقتي ده النهارده هيكلفك من 160 ل 200 دولار للمنشاه للطن. ف
فده يوريك برضو قد ايه ان القطاع الصناعي جاهز للاستحواذات، وان هو اللي بنسميه براون فيلد انفستمنت في 2017 2018 ممكن نشوف فيها جرين فيلد انفستمنت اللي هو فعلا يحصل نمو بقى بس من القطاع الخاص، من استثمارات من القطاع الخاص، فمجالات جديدة إلى حد ما. طيب أنا هرجع لحضرتك تاني وهسألك على الاستثمارات في مجال الطاقة من قبل شركات أمريكية جديدة بعد هذه الزيارة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم في أسواق وعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في برنامجكم اسواق واعمال. احنا بنتكلم دلوقتي على القطاع الصناعي المصري وجاذبيته، بنتكلم كمان عن تاثير زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده الامريكيه على القطاع الاستثماري والقطاع سوق وقطاع سوق المال في مصر. طبعا انا عارف في حاجات مهمة بالنسبة لنا جدا، موضوع الأسعار وارتفاع الأسعار والمواد الغذائية وإلى آخره، ولكن مع ده زيادة الاستثمارات هتساعدنا في تناول مثل هذه الأمور، في تقليل، إن كل لما المعروض بيكتر، كل لما المنافسة بتشتد، كل لما الأسعار بتنزل. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع ضيوفنا الأعزاء في هذه المواضيع. ضيوفنا النهاردة الأستاذ محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال. أهلا وسهلا بك مرة تانية. ومعانا عبر اللايف فيو الأستاذ نور الدين الشريف، المحلل المالي المتخصص في القطاع الصناعي بشركة بلتون المالية القابضة. أرجع لحضرتك أستاذ نور الدين وأسألك، أنت بتتكلم على جاذبية قطاع الطاقة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وهنا اللقاءات اللي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمس أيام اللي فاتوا تناولت مثل تلك الموضوعات، هل بتتوقع أن يكون في جرين فيلد كومبانيز تيجي تستثمر في مصر إذا جاز التعبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مستثمرين جدد؟ بالطبع، يعني انا شايف صراحه القطاع فعلا في جروث، يعني في نمو بوتنشالي مهم جدا، يعني في ممكن يحصل فيه نمو قوي. دلوقتي الحكومه عندها كذا طريقه ان هي تشتري بيها الطاقه المنتجه من الشركات الكهرباء، يعني شركات الكهرباء بتشتري من الشركات بتاعه القطاع الخاص، بتشتري منها الكهرباء. ده باين طبعا في التعريفة الموحدة اللي هم عاملينها في الطاقة المتجددة، ان الشركات بتيجي تفتح هنا مصنع مثلا زي بالرياح او طاقة بالطاقة الشمسية، وبتشتري الحكومة منهم الطاقة المنتجة بأسعار محددة قبل كده، وبيبقى الأرض بحق انتفاع لمدة 25 سنة، وفي عقد ما بين الحكومة وما بين الشركات دي ان هي تشتري منهم كل الطاقة المنتجة بالسعر اللي هو المتفق عليه في العقد. دي طريقة. في طريقة تانية اللي هو المناقصات، ان انت تخش تقدم في مناقصة، وده شفناه برضو في خليج السويس، كان في كذا مشروع لمحطات رياح هناك يعني بقدرات كبيرة جدا تصل ل 200 و250 ميجا وات. دي برضو في شركات أجنبية بتتنافس عليها، ان الحكومه برضو زي ما قلت كده تشتري منهم الطاقه المنتجه باسعار متفق عليها. يعني المجال ده جاذب، وانت متوقع يعني فيه نتائج ملموسه في الفتره اللي جايه؟ بالظبط بالظبط. طيب. وده كمان علشان الحكومه عايزه توصل زي ما قلت في الاول للهدف بتاع اللي هو 20% من الطاقه المنتجه من الطاقه المتجدده. من الطاقه المتجدده. طيب نيجي بقى يعني علشان نطلع بحاجات بناءة إذا جاز التعبير، وهاخد يعني آراءكم في هذا الموضوع. أستاذ محمد، النهاردة في إقبال في
وجهة قامت بدور فعال جدا للتسويق لمصر وللمناخ السياسي في مصر وللمناخ الأمني في مصر والوضع الحالي في مصر وإظهار الصورة الحقيقية. في بقى زي ما بيقولوا إيه باك أوفيس لازم يلم بقى، لازم يشتغل ويسهل الأمور بالنسبة للمستثمر الأجنبي. شايف حضرتك إيه التحديات اللي لازم نتغلب عليها في الفترة اللي جاية لجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية؟ هبدأ بأول حاجة وأقولها، إحنا عندنا فعلا قيمة الأصول بقت رخيصة ولكن تكلفة التشغيل بقت غالية، ودي الأزمة الكبيرة. قيمة الأصول بقت رخيصة وتكلفة التشغيل عالية جدا. تكلفة التشغيل عالية طبعا. زي ما جينا اتكلمنا تكلفة الاستحواذ على أي أصول في مصر زي ما اتكلمنا في البداية بقت أنا هقطعك بس ثانية واحدة، إن عايز أقول حاجة، النهاردة لما بنيجي نتكلم على جاذبية السوق المصري بنتكلم على وضع السوق المصري في مقابل المنافسين طبعًا اللي حوالين مصر، مش كده؟ طبعا. فأنا بالنسبة لي أو بالنسبة لكل المستثمرين الأجانب دلوقتي، الأصول المصرية، الانخفاض الكبير اللي حصل في الجنيه قدام الدولار مكنهم من الأصل اللي كان بكذا بقى بكذا، ففي وما كانش انخفاض للجنيه كان 20-30%، لا انخفاض كان كبير، ده ضعف القيمة اللي كانت متسجلة ساعتها، وصلين المستوى 18 وصلنا 19 بادئين من 8، ففي فرق كبير جدا. هنا ادى المستثمرين الأجانب بشكل كبير شهية وفتح شهيتهم على الاستحواذ، لكن بيقابلهم مشكلة تانية، ان انت بعد ما هستحوذ، مش الشراكه، الاستحواذ، الاستحواذ لما يجي يستحوذ على اصول في هذا الوقت هو عارف جدا نفس المصنع اللي هو بيستحوذ عليه ده لو عمله جديد في مصر هيكلفه 3 اضعاف قيمته بالاسعار الحاليه. بالاسعار الحاليه عندك ارتفاع قيمه الدولار لانه اغلبيه المعدات والالات بيتم استيرادها من الخارج، ثانيًا ارتفاع تكلفه التمويل لمستوى اسعار فايده هو الاعلى منذ 22 عاما. فالاثنين دول ضغوط اساسيه على اي بدء نشاط جديد في مصر. نرجع على المستثمر تاني، فهو أغلبية حتى عن طريقنا حتى اللي شفناه أغلبية الاستحواذ اللي تمت أو بتتم أو الاهتمامات الكبيرة جدا المستثمرين الأجانب هو بيستحوذ وبيحط رؤية لعادة الهيكلة وخطة العمل وبينتظر، قالك ننتظر، يعني أغلبية الناس بتحط الرؤى مش هتشغل. ليه؟ التشغيل في هذا الوقت هيكلفه كتير، لأن 90% من أي معادلة استثمار هي بقى فيها جزء رأس مال أو جزء إيكوتي وجزء دات اللي هو دين، فهو لما يجي يبص على تكلفة التمويل هتكون بالنسبة له مرتفعة. ويمكن في حاجات كتير احنا اتكلمنا عليها، ان حالة التضخم او حالة ارتفاع الاسعار رجع عليه لتخفيض الجنيه، لا مش تخفيض الجنيه بس، رفع اسعار الفايدة. رفع اسعار الفايدة عموما ادى من الاسباب الرئيسية والقوية جدا لرفع مستوى كل اسعار المنتجات في السوق، لان تكلفة التشغيل للتمويل اللي بيتاخد من البنوك لتشغيل المصانع والشركات وغيره ارتفع بشكل قياسي، فبالتالي بينصب في النهايه على سعر المنتج النهائي اللي بياخده المستهلك، فكان جزء رئيسي. ما انت في معضله، يعني انت النهارده انت عايز تخلي الاسعار في السوق في متناول ايدي الناس، مش عايز التضخم يبقى بهذا الشكل وارتفاع الاسعار بهذا الشكل، وفي نفس الوقت مش عايز تقلل فرص الاستثماريه اللي موجوده وعايز تخلي السوق جاذب. طب المعادله صعبه، هتعملها ازاي؟ ما لازم مرحله زمنيه ولا ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا خدنا قرارات قويه وجريئه وجيده جدا، ولكن احنا كل قرار بناخده بنحط حاجه كده بتوقف تنفيذه. لما خدنا قرار التعويم رفعنا اسعار الفايده في حينها 300 نقطه اساس، كنا رافعينها في عام 2016 كله 550 نقطه اساس، وده رقم هيوج وكبير جدا، خلى ده عمل ضغوط كبيره جدا على دخول الاستثمارات. النقطه اللي عايز اوضحها، ليه رفعنا اسعار الفايده او ليه التوجه كان سياسه نقديه على طول في بيانات البنك المركزي ان هي بتجابه التضخم وغيره وتحافظ على قوه الجنيه وهذا الكلام؟ لا الجنيه تم الحفاظ على قوته ولا التضخم تم السيطره عليه، التضخم في اعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر دلوقتي. اقترح ايه؟ اقترح طبعا اتجاه باسعار الفايده اتجاه نزولي تحت مستوى ال 10%، ده الشيء الوحيد اللي كل المستثمرين الاجانب منتظرينه حاليا. يعني في انتظار المصريين. والمصريين كمان، انا اسف، كل الناس منتظره تقول لك استنى لما الفايده تتخفض، استنى، في فعلا بيتقلب اللفظ، هنستحوذ وننتظر لغايه ما يبقى مستوى اسعار الفايده في مستوى مقبول نقدر نشتغل فيه، هنستحوذ ب يعني فولي فاينانس عن طريقنا او هنمول الصفقه بالكامل، ولكن التشغيل هيكون لما يحصل يبقى تكلفه التمويل في السوق مناسبه للوضع. لما اتكلم على القطاع الصناعي وجاذبيته استاذ نور الدين، ايه التحديات اللي حضرتك شايف ان احنا لازم نتغلب عليها في الفتره اللي جايه وازاي؟ بص احنا بنتكلم مع مستثمرين اجانب بيبقى
شايفين طبعا في نمو في القطاع الصناعي، وشايفين ان في قصة قوية جدا هنا عندنا في مصر محفزة للاستثمار، ولكن بتبقى اكبر مشكلة عندهم هي البيروقراطية. اول حاجة يقول لك ان انا علشان ابدأ اعمل مصنع هنا هحتاج ورق عامل ازاي، هخلص الشركة في قد ايه، هتبقى جاهزة ان انا شغالها امتى. دي اول مشكلة بتقابلهم وعلى طول، ودي بقى لها سنين يعني طول عمرها كل ما تقول لمستثمر اجنبي يقول لك هي مشكلة بتاعت مصر على طول البيروقراطية. تاني حاجة بيبصوا عليها هي الوضوح بتاع القوانين، ان القانون بيطلع بعديها بكام شهر ساعات بيتغير، او ساعات ما بتفضلش الستاديز او الدراسات اللي هم عملوها دراسات الجدوى كانوا عاملينها على اساس وبعديها بكام سنة بتتغير على اساس تاني خالص. وانت عندك الاستثمارات المباشرة الاجنبية بتبقى عندها مدة استثمارية طويلة جدا، فانت ما ينفعش كل شوية بتتغير القوانين، كل شوية بتتغير العوائد اللي هو بيعملها. بيروقراطية ووضوح القوانين، ادي نمرة اتنين. نمرة تلاتة بالضبط. في حاجة تانية حضرتك شايفها؟ نمرة تلاتة برضو مهم جدا، ان انت بس مهم قوي المستثمرين يحسوا بيه ان العوائد اللي هم هيعملوها هيقدروا يرجعوها، اللي هي الريباتريشن. دي كان فيها مشكله طبعا في السنه اللي فاتت دي، بس اعتقد ان ده الفتره اللي جايه ان هي هتبقى اسهل كتير. طيب حضرتك اشار، يبقى انا عندي ثلاث حاجات: بيروقراطيه ووضوح القوانين وخروج العوائد، وحضرتك اشرت الى سعر الفايده. ايه تاني وتقترح نتعامل معاه ازاي؟ يمكن اهم نقطه وهشير اليها، انا كنت امبارح زياره لمنطقه اقتصاديه قناه السويس وميناء شرق بورسعيد، حاجه رائعه وقويه وكل حاجه، ولكن انت بتيجي بتتكلم على الاطار العام، مش مجرد اطار عام للبيروقراطيه، ولكن هو بيبقى في الاغلب اطار اجرائي طويل جدا. انت مشكلتك في مصر بشكل كبير تغير المعطيات، زي ما كان بيتكلم استاذ نور الدين، انا بعمل اي فيزابيلتي ستادي دلوقتي صعب عليا ان انا احط اي رقم، بيتغير يعني الرقم بيتغير، مش هقول لك مانس لا ويكلي يعني كل اسبوع. انا عايز في الاخر اقول ايه، اقول استدامه وابقى الوضوح الرؤيه بالنسبه للمستثمر الاجنبي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. الأستاذ محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال مصر، أسعدتنا بوجودك معنا، وبشكر الأستاذ نور الدين الشريف المحلل المالي المتخصص في القطاع الصناعي بشركة بيلتون المالية القابضة، أسعدتنا بوجودك معنا. بشكر حضراتكم، ويوم الحد يوم جديد، وبرنامجكم أسواق وأعمال.